السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اللي ما راش مشترك معنا في القناه يشترك، وبلا ما نوصي الدعم الدعم باللايك. صباح شهدت المباراة التي جمعت اليوم أشبال المنتخب الجزائري ضد المنتخب المغربي دخول مدرب المنتخب المغربي أرضية الميدان ومطالبته جميع اللاعبين بالانسحاب من المباراة، وذلك بسبب عدم تحمل الأهداف الغزيرة التي سجلها أشبال الجزائر في أقل من 40 دقيقة وفي الشوط الأول، وانسحب الفريق المغربي ممثلا في مدرسة محمد المغراوي قبل نهاية الوقت الأصلي لمباراته أمام الفريق الجزائري لمدرسة الشهيد بلعوس بعد تأخره في النتيجة بسبع أهداف مقابل لا شيء، وذلك خلال تصفية البطولة الإفريقية للمدارس لمنطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة قدم والمقامة في مصر. وأثار انسحاب المدرب المغربي موجة ردود واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بما وصفها بعض النشطاء اللقطة بالروح الرياضية، وذلك لعدم إكماله المباراة. وفور خروج لاعبي المنتخب المغربي صفر الحكم صافرة النهاية معلنا بذلك فوز المنتخب الجزائري وسط فرحة أشبال المنتخب الجزائري وأهازيج 1 2 3 في فارجيري تدوي في مصر.